بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. كلمة أنه عاوح كساب سنتهاي كلمة في طالب العلم الشرعي، كلمة كساب سنتهاي هي برشدة علمية هي وضد وقوف فضوط أرضي ومراء وكيني قروا حق واحد برشدة ديميت مرقى كوبات وحين وحكت المامة إنها فضلية علمية marka xiga xukumka cilmiga sharciga barashadiisa iyo wadooyinka ugu fudud ee wax lagu baran karo iyo in la tartiibiyo wadooyinkaas nidaam isdaba joog loo sameeyo iyo ninkii doonaya in ardaynimo uu ka gudbo noqdo nin ummadda anfaco mujtahid ama caalim mufti ah wadooyinku mari lahaa tayib marka koobaad علمه هو شيء فضي بضان رب سبحانه وتعالى وحوليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رسولنا صلى الله وسلم عليه وحوليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما نكي قال وضوء مجد وعلم الشرع أكدونيه سهل الله له طريقا إلى الجنة إلهي سبحانه وتعالى وحيوسها لا وضو وجنة لا كقلو وعلمك شرعها برشدي سوى عباده كرقن كسنة وعباده لبدا عبادة ديس كالميستان الروح المسلم كها جنة يؤسوا بيان وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملائكته وحيبات كذا يقرب بيض أقوك شام أقولك تا روح مسلم كدين تبرني محايا إلي وحقوقا عسان تهرالنا كتهاي وحبرني. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إنك عالمك دينك يقان برني متعلمك إنك يقان بها وحاد من دافر بقوة دي سماواتك وحاكونا يرولك وحاكونا البا حتى كلونك بدا كتيرا بيها كتيرا سونا دم دافر بقوة دي إنك عالمك رسولك وحور رعش إرقاس وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إنك عالمك فضل قديريه إنك عابد كينع دين تاقونين إنك دين تيقاناي فضل قديريه إنك اسك عابد كعاميك وحيودك أنت فضل قديريه ضيحو حدقها كلي ضيحو أنتو كقيم بدن يكوانك زنيه إفتينك سو كنع في البدن يهي حدقها كلي أيودك ما بالي وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء وقوة دحلي أنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم أنبياء درهم يا دينار لعلها قيوه ذاك الدوان وحنا محمد الله قد دحلي أما أنبياء كهر رسي أو حولا أو أنتي أو مضوا قد تغير مجرتون لكن وحي أنبياء قد دحلي يكد تغير محوها علم وإنما ورثوا العلم وعلم شرعي علم الكتاب والسنة فمن أخذه أخذ بحد وافر علمك شرعي أنك قاتل برتاي وحو قاتل ديف وين أفكو بحسد بالي وحكا همقا هذا رب سبحانه وتعالى أكو قرن سيهاي مجرع حديثة وحديث حسنة أهل السنن يغير كتب صوصارة وحديث سقوم فضلك وين بانا كجر آذو قيم بطن صحابي الله يقان الصفوان ابن عسال المرادي يوحو ليهاي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكي على برد له أحمر مالين بان نبي هو صلى الله وسلم عليه أسوه مساعد كي سيجوه كون الدنجيغة معوس عس أما قودة وحات رضا وأسوه نبي الله صلى الله وسلم عليه فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم نبي محمد وحانو إمد وصعد كي يقوها علم الدون علم الدلب دن كلام لهي حولكم هو يدي سنة دن كلام ملي وحانو سعداء إن آد علمك ربك بروحي قبرت نبي صلى الله وسلم عليه وسلم دوين بوفد شوحوني مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم سودو اما سودوان با اسقناتي يا غعم فرن بولي هي نينك علم دونك نين لحمايه ماها الا على ذي ماها وان لا سودوي صادرت نينك امه وخبرياي وان اردد او كلي او غعم فرن كسودوي اد القاتو مرحبا بطالب العلم اتساء واقتداء برسولنا صلى الله وسلم عليه إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا
من محبتهم لما يطلب بنبي الرحمن صلى الله وسلم عليه وحان كو شيغيا ملائكته ان اي كو هريسه غربابهيده اما بالدكيده حقنا كو هريريسو نينك علم دونكا الهي ملائكته مدود كو رؤوفولو اس دول قران يعني من دول كريا ايو غدبنيا فرينتيس الهي غاران باليدي سماواتك اي غاران سما اوسو كايس اي غاران maxay saw weelayaan waxay jecel yihiin wuxuu dalbayo inay dhageystana waa rabaan inay ka agdhawadana waa doonaya xadiikana waxa xadiin xasan axmed iyo tabaran iyo geyrkood baa soo saaray cilmiga fadhigiisa waxa kamida dadkii diinta bartay iyo cilmiga aad bartay iyo ama cajal aad gudbisa ha noqdo ama waraaq aad qortay ha noqoto ama arday xaraf u sheegto ilaahay ku anfacay subxaana wa tacaala ha noqdo cilmiga aad ka tagtay aakharo marka aad dhimato intaad ku jirta caalam albarzakh aad ku jirto dhanba ajirkaada ku soconaya idaa maata ibnu aadam inqataa camalu ilaa min thalaath wataafa saaluk dadkan camalkoodu goyen ee hawsha u shaqayso bal ku jirta wuxuu nabigu arrintaa ku tilmaamay sabcun yajri lilcabdi ajruhunna huwa fii qabri toddoba xaalo ninkii laga helo ajirkoodii baa u soconaya sawa qabrigiisa ku jira adoo qabrigaada ku jira ayaa ajirkooda kuu soconaya من علم بعد موتي وهو في قبري بعد موتي انت بمتي قبر لو دغاي لو دوغا كدب تدبا حالات سمين جرتي وي ادونك كلا سو تقتي اجر كودا كو سوخني وي بدنيه وحيابها روح مسلم كاد او كتوغو اجر كودا اي وسخدان وا بدنيه لكن نبي واد تدبو كتلما انا كان واجر النبي قلت له صلى الله وسلم عليه وحا كميدا من علم علما انكم مد علم بره او علم دخلا كتغا علم غانا هو انه علم امه انفعيه في دينها أما أنفعية في دنياها إذن وإنه يا وحي الله سبحانه وتعالى ورأى لكي بأمة دولتك أو كرى نهرا أو كرى نهرا أما عيل أي عرق هذه وعيل دقمي أو حبالمي أي دقها بيك سمي وضيع تري دي بأسوا قفي كركار كيبو هكي مطور كتبيبو هبي إذن مسلمين تبدو ورامي يذكر دي بنا طيب أو حفر بئرا أما سقى عيل بالعربي سقى أم كيبا سقى قم في دور الرئيسية برتور سقى في طيبة سقى بالعربي مال بنام بيمد عيل بقاضي سقى دليلي عيل كيبا قاضي أما مد دليلي ولا قاعد بيشري أو دوب مي أو حبال مي أما دب قال حبال ما حبال ما كسر الله حبال بي ربا حبالني دب وضيع ترى المهم إنك عيل قاضي أما كقيب قاضي نك أسوونا أنتو نولي هاي عيل كان أنتو عيل كاتشرو ila dhabsanayo ajirkiisa u soconay ama dunida ha dhabsato ama cidood iyo xayawaan kale ugu ha dhabsato ama muslimiin ha dhabsadaan aw garasa nakhlan ama timir buu beeray geed timireed buu beeray timirta waxaa la mid ah geedaha waaweyn oo kale cambaha iyo geedaha waaweyn ee midhahooda la cuno ee xaggana daa'imo joogteeya ee umudada dheer baaqiga ahaa la mid ah tayib aw bana masjidan ama masjid buu dhisay la timirta waa la dhabsan saankay dhali saad ku xigay dhali way socon shimbir baa cuni haad baa cuni ruux miskiina cuni muslim baa cuni waa saas aw banaa masjidan ama masjid buu dhisay ama hooskeeda waa la arsanba hooskeeda waa la arsan hadday dhali weydo aw banaa masjidan ama masjid buu dhisay bayd ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala ayuu dar ilaahay u dhisay aw warada musxafan ama kitaab buu ka tegay musxaf kitaab qur'aan buu ka tegay كتاب حديث ابو كتبي كتاب شرع الله كهل لي كتبي امدا انفعي ونعفلي بمعنى وئبي مشاد بكو وقفي وئب شيء مكتبة بكو وقفي وئبي مال بده يحول ارضها هلا سي كتاب قال كاسو يلا ارض كسته وخبرن بو فسحان يا ادو واد قاوا واد كبرن برت كعل ما قادن كرت كو كلا ايمان عشر كدغيسن هلكي بو دغي انه وقف ورض مصحفا أما أهل كذا وقت تكتب عروت هذا وقت تكتب عروت هذا بعد حلان وقت تكتب ويا كان حلبة كتاب كان أبي بالانجري أبي بالانجري أوجي بالانجري وكتاب على كان حلو الدين دوي طيب إذا مرك عروت هذا وقت تكتب كتب دحال قشة ودين أما مسألة بقوة وقفتي أما جمعية إيو هاي الخير يا أو وقف كوي هاي بالكتاب كبعيس كتاب علم الشرعي قه إذن وإني وحص صدقة جارية يكون غني لقى هذية أو ترك ولدا يستغفر له بعد موتي أم حكت جي الماض وعلى شو أنا كسبت قطعت ومركز دعاء سنة إلهي سبحانه وتعالى حسوسته
oo ilaahu aabay u dambi dhaaf ee hooyada u dambi dhaaf qaraabadii adeerkii awoway abtiyaashi yaani nin ruux ilaah xusoonay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf uu weydiinayo waalidki ama sadaqo u bixinay tayib waxa lagu dhimay carruurta waxa ka mid ah inay ku anfacaan maalinka ugu baahi badan tahay marka dhimato haddii garan waayo intaas oo mushkilo ma waa mushkilo marka way tarbiyada carruurta la tarbiyay taas ka wakaa bal waxa nabiga ka soo kasoo sallallahu alayhi wasallam ee in khamiista iyo isniinta kale baad roon ay sheegayaan saadkii mar inay tahay in waalidka la tusiyo camalkaada waalidka ku dhalay camalkaada la tusiyo waalidku wuxuu arkayaa waxa sameeyay khamrada cabtay balaayadii isnadii beentii kharibaadii waxaanu sanayaa waalidka kuluma hadli karo qabri buu ku jiraa ruuxiisa naftiisa baa loo bandhigayaa waxa sameeyay wanaag ah uu ku farxay waalidka xumaanta waa loo bandhigay waxaanu sanayaa idan adoo nool ba laga yabo inaad waalidka dhibto inta nooshahay oo isaguna qabriga ku jiro uu ku dhibsanaya wax xumaanta ah meeshan jibi been sheeg khayaan samee balaayo maxay intaasa nafta ka qaadaysa wanafug ba waalidka dilaya adduunkan waad ku dhibtay aakhirna waad ku dhibaysaa haddii laakiin aad wanaag aad samaynayso ixsaankaadii khayrkaadii wanaagii baa loo bandhigaya uu ku farxaya ayib xadiidkaas haddaan hayna waa xadiid xasana bazaar iyo abu nacaym ee keyrkii baa soo saray bayhaqi bisanadin xasan waxaan ugu dambeeyay fadliga cilmiga aan gunaanugayna ku gabagabeynayna xadiidka adduunya malcuuna adduunyada waa malcuuna ilaahay naxariistiisa laga fogeeyay adduunyada dhan malcuunu maa fiiha waxa joogana waa lacnadan yahay lacnad ilaahay baa ku dhacday ilaa dikra allaahi wamaa waalaah ilaahay dikrigiisa oo kitaabka iyo sunnada iyo qur-aanka loo jeedo iyo ilaahay xuskiisa subxaana wa tacaala iyo xusuustiisa iyo wixii xidhiidhiya ama wixii soo raaca dikriga ilaahay ku lug leh wamaa waalaah wixii ku lug la weeye barashadii ka qayb qaadashadii dhaqaala ku bixintii intoo dhan wey ilaa dikri ilahay wuxuu u baahan yahay dadka in la baro in la xusuusiyo in goobta loo diyaariyo meesha rabbi ku xusi lahaayeen in dadka rabbi xusi laftigooda laga qayb qaato waxqabadkoodii yacani wamaa waalaah wixii ku lug la weeye dikri ilahay wuxuu xidhiidhasho ee ku lugla dikrigaas iyo waa caalima nin wax baranay iyo nin caalima diinta yaqaana iyo mutacalima nin diinta baranay inaad mutacalim tahay arday tahay qalin qoyan ah inaad tahay caalimigu wax baraya ardayga asaga in ilaahay xuskiisi aad ku guda jirto haddaadan ku gudajirin aad ka qayb qaadanayso waxqabadka diinta intaa min wey intaada noqon weydo weeye waxaa tahay malcuun baa ku jirta adduunyada marka malcuunada ah waa adduunyada aadan u kaalmisanayn khayrka wey adduunyada aan ilaahay loo kaalmisanayn diintiisa iyo sharcigiisa ee lakabaqa laga hadlaya ama adduunyada mar hadday noqoto waxaad u kaalmisanaysa diintaada waa khayr nicma almaalu saalix للرجل الصالح بحديث حسنة مالك مالك وناكسني وقيمة بدنية يوسف قيمة بدنية نينك وناكس مالك هو مال حلال وطيبة كسب حلاله نينك ونا إسكال نحو استعمال يا ودوي في شرع وفصحي وإله سبحانه وتعالى أمانة وشرع وقشاي وخيرات أما واجب أما مباح أما مستحب بو استعمالية حديث كان ترمذي ابن ماجه غير كتب صوصاري وحديث حسن وحنوقد بين قطب كاللوادي حومك علمك برشديس حكم طلب العلم الشرعي حكم كسو هو واجب طلب العلم الشرعي هو واجب على كل مسلم على كل مسلم روح قصده مسلمة رد إيه دمر با واجب كويا روح قصده مسلم وصوق قال إنه مسلم يهي وحالا قرب الدين تيسا إنه برتو واجب دينه صاره فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون nabigu waxa kasoo inuu yihi sallallahu alayhi wasallam talab alcilmi fariidatun ala kulli muslim cilmiga in la dalbo oo la raadiyo oo la doono oo waqti lagu bixiyo oo juhdi lagu bixiyo oo la dabagalo oo loo safro oo loo rixlayso yacni dalabku waxaa keenay inaad waqti ku bixiso wixii inaad doon doonto magaalada ka weyday waa inaad safarto tii kalaad ka weyday waa safri ilaa aad baadadeeda ka dul istaagayso aad ka helayso ruuxa kastoo muslima ayay waajib ku tahay xadiidka ibnu maaja iyo keyrkii baa soo saaray waa xadiis saxiix ah idan waajibka waa in la oofiyo oo nin kasta uu isku dayo diinta inuu barto waajib diin oo saaran wey ninkii baran waayena waajibkuu kasoo bixi waayo waa laba qaybood cilmiga qayb barashadeedu waa kifaay waa fardu kifaaya midna waa fardu cayn fardu cayn qaybta waxaa weeye qaybta had iyo koral adiga lagaga baahan inaad samayso salaada cilmiga inaad barato wey qaabkaad u tukan waxay ku jabayso inaad barato waajib diin maxay wax adiga ku saaran wey waajibaadka adiga shaksiyan lagaga rabo inaad baratahay cilmigooda waa fardu cayn bay kugu tahay adiga maalqabeen baa tahay zakada axkaamta inaad barato waa fardu cayn ku saaran
وحاتهاي هل قري جهاد وكنت مجاهد إن العلم الجهاد برتهاي وواجب شرعه وسارمه. طيب وحاتهاي وصمسة أحكام الصيام برتهاي وواجب فرض عيني أول. وحاتهاي جن عصبة تاجر باتهاي جن عصبة تاي محلقان ربا علم التجارة إن برتهاي وواجب محا أصيحي محا أصحين محا حرام محا حرام أيين ربط حقيقة كنت مادة محا كوب بنان إن البرتة هو واجب دين أول. سادرت ابن عمر كعيرين جلس وقع نينك أنا أقوني علم الشرع التجارة بيع أي أحكام نينك أحكام البيع والشراء وكفي تنشر. إذا قيبت النوع عاسي أديك عاد أصمين إذا تطبيق أنا هرقل ليش ما أنك استبع الطمين أو كقبصنا يا أديك شخصيا كصارا وفرض عين محل لكم مضر ورن ودحية سيدا جنائز توكالي أحكام توكالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالي فرض كفاية زوين علم جزينة برطاية وفرض كفاية لكن واجب شخص يدو كوصار ما هذه كور الدين لكن لو يومد أرنده واحد أقبطاي تدخل أبو واجب كنقني قلب كأفراد أي صدحات لأنه قد بنو حاوي علم شرعي فرض كيسي وحبين وقتل مانير وكوبا أنه أبلارين هاي حكم كيسي وحير بين وقتل ماني سواء أبلارين وشرح بضان أبهان هدنا وحين أقبط بين أغلب صدحات وأه روح المسلم كا وإن تصحيح النية تصحيح النية في طلب العلم نية وإن لن نضيفه يعني ربطان كذا إيا برشاد العلم قاد برنيسة وإن تنية سافية لله إخلاص وإن لهير أي سن كان نقولين هل يلا لهبل ليقال لك أنه عالم ليقال لك أنه فقيه مفتي إن لو أمانه إن أبرت معه إن أتساقه كهشو إن أبرت معه إن أبرت إن لقوية قالة مجالس تفريسه محاضرات جيري ميسس كدك ديقلي الباب هذا قراع مايا واجب دينه أكساره كونك مسلم يعني أنك عالم بأحكام الإسلام هذا مسلم تهي وإن أحكام الإسلام كتقان إذن دين تهي قيب كميرة و اسلامي ماذا قيب كمذا إنه تاي علمي قبر شيء سنة ورمي سوي واجب كسارا صلاة الله الله دوتكتها و صنك إله و أصلا سبحانه وتعالى و حراشة إلهي ديرتي أورت ماذا حرام تألا ديرتي وقفكتها إن إلهي ديرتي دين تاو برطة لدوني هلو هو أمانه و هلو هو سيه و هكوه شد ماه هدي هدو رب و حسوك أكاسيه و من بركات علمي قوي و إكرام علمي قوي و حقوق المسلمين كلها هاي لكن وحي ربك هو قدره وبهلي لكن نية أسكاه اللين قلبك صبصو نية وراد دين تكبره ألا درت أبره وحي كوصو الراعة وليس عليكم جناح وأن تبتغوا فضلا من ربكم هذا وحي مادة لكن مركو را أسكاه خريب نية أسكاه اللين طيب تاسع شرطي كوباد قلبك صدح حماك تاسع أنك حكت المامين نبي حليه صلى الله وسلم عليه من طلب العلم ليجاري به العلماء علمي لأن إنك أبرت أنا دون أرادية أنا ولاده قرب أرضه وبوسك ولادي كل عشده وعدك ولاده الله سياسة يقول أنا بشق عالم أنا عدك جاب برت الله صوره وما شيء كهلا نصورنا كهلا إنه كل قرب تما وكل الله تما ولاده علماء لأن إنك علمك أبرت أي أو لماري به السفهاء أما وحم قرته أما مكسته أما عامه كل ضوضة وحم قرن مثلا نجا أمس نجا نحبرني نجا جانا صبح أص على قرار ميزان عامل إنه كل شيء يستوب برتيبة أمحوب برتي إن ولادها ماشي كرام صلاة صلاة وكرام صلاة وسهل لي موقت وما كرام صلاة لها وهو غصب ضدكوا مسلمين وهي كل ذي ما جاء حقا إيه أبا كسيمبا أنتم شهداء الله في الأرض أيها أبا بوسك المناسب قلت لكم قيين والله أبا ماذا تقول لكم كل ريح والله أبا طبعا لك الدين وإنك أرقب أن إنك حسد وقاقم بدي فراك قد إيه أبا كسور ريحي إيه أبا كسور شومي شارك إياه ويكون قليم بقى إياه أوقف بها الدردقي نيدا ناسكها الله إنا ناس خريبين إنه ولاده كلها قربتما أما عامده أكور ريسنينك علمك وبرتاي ويسرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أما وداته كسو تشيدي إنه داته كسو تشيدي إنه داته كسو تشيدي عامده كور ريسنينك علمك وبرتاي يعني غرض فاسدة نية فاسدة
oo lillaahi ahay ninkii cilmiga u doonaayay ilaahay naar buu galay subxana wa taala waxaad baratay oo dhan macaashiyadaadkaadi madax inta laga saaraa naarta lagu afuufaayo laana waa qarad fasid awl sadarteed marka niyada waa in niyada saalax laga dhigo la sifeeyo xadiidka tirmidhi iyo gheerkii baa soo saaray waana xadiis saxiix Abdullah ibn Mas'ud xadiis mawquf ah min xayth sanad min xayth xukm ah marfuuc ayaa wuxuu leeyahay kayfa bikum idaa labisatkum fitna وكو رمي دون صحابه وحيابه دع دون آخر زمان كدعي بعد عصر الصحابة دع دون أما بعد عهد صلى الله عليه وسلم لنكو كيف بكم سيحاكم نقن دون أبو نمي مسلمين حاكم سيحاكم نقن دون إذا لبستكم فتنة ما كي فتنة إذا هريسو فتنة إيه بلايا إذا هرين دونت يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير فتنة ذا سو إلما يركع وكبر بارد دون إلما يركع وإنها دلعسن وإنها كالقاء إذا وحن أجره وعن أجره fidnada taagan oo aloosan buu ku indhaysan waxaas ku anqarahaya odaygii waayeelka ayadoo joogto aqliyeysan ku duqoon ku dhiman iyadoo taagan baasna ku dhiman fidnada ku dhimanaya way utakhalu sunna sunna laga dhigan ilmi hadduu ku indha dilacsaday oo ku anqaray waayeelka la soo arkay isna ku dhintay idan fidnadii waxaa laga dhigay sunna nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam bariiq baa laga dhigay caada laga dhigay فإن غيرت يوما قيل هذا منكر فتنة بلايد أهيد إن مصيبة أهيد مال هضي دعلا أداء الله هضي دعلا إن نروح مسلم أرنت كدي ديو وإلى روح وبدع سنة معها وتغيير لسنة ومنكر يا باطل سنة دينا ويدوغ ويأبا جيو وصائي أساسوي أو تاريخ الدوغ يصبار أو سنة دي حابك الله صار وحابك كقاضو وبالك يا حراسك أكرره معالي منكر بليبي منكر يعني السنة بحنا نقول إذا باعتباره منكر فتنة هي بالعين باعتباره بحنا نقول إذا سنة حق يبقى على قدر الباطل باطل كان حق إحقاق الباطل حويا وإبطاء الحق طيب ما كنت تابعين تورك هذا يستيم بين لي يابي فتنة أو إلمي يرى كوين دايسان كوين دايسان كوين دايسان وأذيب كدو قوبي هوين دو كوبا يلي oo haddana sunna laga dhigan iyada balaayay musiiba ah oo hadii la wariyac wax iska daaya waree ninki daa afka la goosan oo lihi baadil baa la timi wamata dalika li hawsha gormay dhacaysa wax dhici karaa miya abdullahi qala wuxuu yiri abdullahi idaa qallat umanaukum waxay dhici doontaa idaa qallat umanaukum markay yaraadaan dadka la aamino umanidiinaba yaraanba nin kasta wuxuu loo dhigo xaabinaya xabiis baa loo geyn لكن في ربنا ما كنا قمايا حلبة لون ديبن قربها فإن مصلحه دعوها فإن منتن مالك واحد يوم ذا ديها دعوها فإن منتن وياك في هذا هذا يمكن محاول يقربوها فإن مصلح أي حق يبلاي يسوي أقوى رجس أي قرن طيب نلا أمن أسكير نكو حلول ديو أنت سب لك منيا دين تان لقوا أمين كرين دنيا لقوا أمين كرين حل إيه مسويد بل لقوا أمين كرين wax lagu aamin karaa iyo yaryah bal ma soo fiiri dadka boqolkiiba 90 iyo 90 boqolkiiba meeqa aamin ka aninki ya la aamin kara yeena anagu umad kala fo inaga Soomaalida isku ugu laabto yeena muslimiinta kala waxa ka sheegay Soomaalida bu fiiri boqolkiiba inaad ka heshaa halina la aaminay waa adagta halina aamin ah inaad boqolkiiba mid ka heshaa waa adagta tayib yeen oran ummadu waa halag sameeyay boqolkiiba shan iska dhawaayay yaa hadu leey qabsanin yaa yeen xaal iyo xumaan ka dhicin boqolkiiba shan ka dhig almihim markay umaradu yaraadaan oo wax la aamino oo yara xaqiiqad dibto way wa kathurat umaraakum umaradinu ay bataan buu aaminkiina yaraan la aamino ninka la aamino ay wax loo dhiiban karo waxaa kaloo badan umaradina tale intaas oo qabqabli انت اسم ملحويني انت اسم وزير ان يروا مسلمين اسكو اف اهيد بعض حالي انت اسم لان بعض عطا انت اسم ملحويني عالم الاسلامي او ان يرأها او خليف واحدة ملحوينة واحدة او وليبا تليفون هاي سنين او ان ديارة هاي سنين او ان قواري هاي سنين او قادي كسو قلنا يريد فرص اوها با حكومة تشينا الى اسبانيا الى جيسك افريكا محاولينك اها طيب انت ما انت مسلمين دقان انك بضم انت ما انت مسلمين دقان
ee caalamka islaamiga loo yaqaan in ka badanba iyo wuxuu ka ahaa madaxweyne hadda meel ka taagan konton dhowr dowladood intiisa haysatay baa la sii kala wadaa almihi markay yaraadaan dadka la aaminayo xaggana ay bataan dadka talinaya talisku talada baa badanaysa madaxweyne kan amiir hebel kan amiir fulaan طيب وقلت فقهاؤكم فقهاء لنا اي رانبور ذلك فقهاء واذا كو يرانبور فقهاء اذا كو يرانبور فقهاء وحل وجه ذلك الدين تيقان فاهم هاي الفقيه في عرف السلف هو العالم العامل بعلمه سلف قد يقول الفقيه وحاوه اياه وانك علم يقان كون عمل فلو بنقم فاذا كان عالما ولم يعمل بعلمه فهو خطيب عند السلف هذا نقول عالم يهي علم قال أصلاً كل عالم فلين خطيب يغنى السلف نقول عدا الخطباء يا خطيب لا يغنى وأن هل يغنى ويدرر يمن لكن أن عالم هاي عالم هاي لأن علم هو كفر أنا كنت قد تلدوني طيب هذا يبطان أمره إنه بطان أو يرادان فقهاء إنه وكثرت قراءكم وحكى الله بطان بوري ذلك حقرية نقول سجرار كل بوضع هيا أقول رحمة الله قلت شيخ بل يا ياسين كي يقان دقوا مكو عصلا هذا إيه الجير الأويش فرس دين لك عيب قلف بقوي ولا لقد دون الجري ما لنا دوي طيب ويا أن قرابنا يعيش الإسلام تسمكم مرسن هاي لبم مع الموت بهرادين أي بولاد كي مرن لها لبم مع الموت تاني ملك اللي oon meebtay oo kan lugay laba maalmo buu socday labana uu soo socday hadii sheekh wala soo wada uris baad wala ilbaxay ilaahay nasay iyo daacwada diin buu kan laakiin naxri gade wadata nusqaanta nicmaha bay timaado nuqsaan la waqood laban tahay nicmada dad badan baa ku dhuuman oo daacad u ahayn nicmada ay wanaaga dad badan daacad ka ahayn baa ku dhax dhuuman quraan waday bataan ayna waa musiibo soo socoto معي الحديث بحصر أم صحيحة أكثر أمتي أكثر أم منافق أكثر منافق أمتي قراؤها منافقين تو أمضي وحوبا قيوا وعخرية كل ما أنت أدون كرقي وأنت وحتقانو دكتور هبل بالقولي هاي بروفيسور هبل في عيش هبل أمضي صمايلها بالرقبة مراكم بشكو قبتين يروب يكو قبتين كان يكو قبتين من شحابين سمعي مركي جيت فريدة حالة من جرتي حوو سمعني أفر فتح وكلا قاعد جرين إب مجرم إب مجرم بدر وصعود ولا لا أو حير هو كلا بحاجة حاجة هذا هذا حماته دين بيسو كلك من إسلام كر وعربي على اللي هاي دين هذا واقته جين نقن كيل هاي نحوو حتى أذكرنا واقته جين دين ما هي نقن ما هي من نبأ maxay ilaa xeerarka iyo dhaqamada afrikaanka ama dadka muslimiinta ay leeyihiin si kastoo u qalafsan yihiin galo u dhama si kastoo u qalafsan yahay oo diintooda fog yahay uu dhama kuwa galbeed iyo yurub iyo faranji meel baas ka jira wax la og yahay wey tayib idan kuwa aday yara bataan wax akhriya limuktu munaafaqada ya badan maanta wuxuu akhriyay barnaamij laga hadlay si loo muslimiinta loo baabeyn laha wixii baa gali shubaadki baa gali laana ninka magu wax akhriyo شبهاتك إن برا وقصب قنية تلفزيون مفارزان أفقه واحد والله يفهم هاي جورنال بآخر إنت أصلا سنبا جليس وأن إنت بيهيسو يهيسو أي إنت أصلا شبه أفرا إنت أصلا كنال وبرأي أفو فيسا كفرا لكن إن كان عام ميقا إن وحن قرآن ومد مد الله يا قنية كتاك إنت دلك كل سنية بس ودين تكا قادم دلك كل سنية بس يوكا قادم دي شيخ وطن محق بحقها ورقاقي نين كان المرشنكا يا قنية يقول بركا يا قنية لكن نكو حامزي هل اسم الفرو كان الله سميه البح متطور متنورين مع متنورين أهل التنوير وأهل الظلم والكفر هو هذا مخش الحاد يزناد غوي المهم هذي بطان كوينا وحاخرية إيو كوى وحمامولا يبقى الرد المحوين ياشا حقا ما أي رابان انت اللي آمني حقا ما أي رابان فقه هذا الدين تتقانا كنا قميس وتفقها لغير الدين واتنا انت دوني انت صفر رعب يا عيد لكن محل شاهد الحديث كان كرب انت وي وتفقها لغير الدين وحدين الله برن او فقيه لو نكون الا دلت وحان كان مدينه الله برنيه بروفيسور هبل اللي يراهدو شيخ هبل اللي يراهدو
وخريج من جامعة فلان هل وياه ذا أكسفورد بكيم هل وياه ذا ومدرمان بقصو بحي ما قعدوا دونها يا قيت الكاس شعار كبزع إلى هدرت أبرا ما على الكريبة بدن ما ومدى جهل الكجسات ما حنبضى ينعفي أبوه الرئي صادق وحكو دليلة حلقات كي مساجد الدين تلقون برنجري إن شيء لقيه لترين ما أنت ولا كعر لقى دور حلقات كنين عند إسنواز عبد الله كوجش وحقن جري يكوري كوري راس أرض وململ جري اللي قرر فانت سو قلوا وين هاي الدين تكون برنجري أفا تربع من هاد قاب سنن آخر سو عربي ده السوق لغات كا أصوى عالم عشان سنة صدح سنة وكجش وبيحجري ولا قلت لي نينك صد جامعة بكورتي جامعة لا صدق والله مرة والله جيد هوستي وحنقول برضي مساعد ما نقول صار رفاضي أو هبل مرة بالدكتوراه ولا الربا شيخ هبل ما يا شيخ مثلا برفصار ولا الربا عالم الإسلام اللي ممكن رب إلى يكون بتبادل مانتا متقدر هاي شيخ الباني رحمة الله عليه محمد كذا جامع مصر مرة مدرسة أعدادية وقلي مركي والله سنة بيجان هاي يحان ركيب ولا إني مشغولين وسكتي لا يا مدرسة طبعا شخص غير نقا تاريخ زاخ شيخ ابن عثيمين سيدو كلي شغل بان ابن باز سيدو كلي ان كنت سواغ هوري حدا شيخ عثيمين سو غاري جامعة قيب قاتل معاد كي ومعلنك امين الشنقيد وحنا امين الشنقيد ومعلنك ارضي كاها هذا نوا دانتي واغوري اجازه اللي بحين جري حتى هذا وحي جام شهاده شهاده ما واغوري اجازه اي هيد او وي دانتي لكن هذا وحال ربا ان ثقافه اسلاميه ودنب لا دغو ثقافه غربيه manaaj turan bal badalay magacaas la ugu dagaalamaya ayuu ninkastu ogeeyay maanta jaamacadka iyo waxyaabaha noocaas inay ka fiican tahay garaa qoombaantay xalaqaadkii maraakiis cilmiga ninkastu ogeeyay laakiin lama rabo meesha magac laan way sheegal ba kitab fiye akhri inta san shan sano meesha fadhiyo xaqaas aan mis afar sano ku gufan waa jaacal al raba iyo laba magister iyo afar dambe doktora ama laba doktora waxa noqdo macallam in aad baaxad soo qadala doonahay أقوليان كلوا يري ما ها وذا ده كبرت جيدا كبرت ما ها عاقل كلوا يري ما ها وذيك السكرات كيس كتشو عيل كيس ما ها نمن كق وده جو دنا ويرى قلبات يرأي يبلاي ضد كاس وضد كل دوني أرض جدها ودم بالربا المي محاودة كامر كي بطان وإلهي درتي دين تلو برنجري أنتي اللي قد دوره إلهي درتي وحنا كي دين تلو برت الدين لو برت ما يعديش لو برتاي والتمست الدنيا بعمل الآخرة وولي بقى الدنيا اللي قلت هذه عمل كآخر عمل كآخر محوها إله درتي أتك إله درتي أعابد عمل آخر هو وحي الدين أهيد إله درتي أهابه وحلقه لأنها شقاء الدنيا نقول حيوته كان أوسكوها لين إلي هذه الواداعي وحان لودي بشقاء لودي بت. ابن عمر بها الضوامن فغانا أقول هذا ملك الدنيا هنا كحروا بعد صلاة إلا رب الله شنب الله صفح عمدتو كنجري ابن عمر مكو أركاد دون كان صلاة كفي عن وحران جري ويلو رأي وحكولي سالم حول أبو الضمان زمارت الله يكسرها يا أبو سالم دير الله كما أدون حكو أركي صفك ورشان شنبري وفي عن وصلاة يساعد الليل سواكو حيث يجد قرآن كدل داي وانين كان وانا سيدين السلام وقف عن ما بس يهين كرتدي ورويلي وحر لا دير الله بحر أطاعي لوجه الله حرب أطاعي مكو هدو رقاقي وحولي سعاد فروك قادم ويليش يسيدا سود عيدا ما كان يحوان نجس الدين يسوع. الطلوان كوسرة يا أبو توش. حري من خدعنا بالله إن خدعنا الله بور. ألا درت إنكم نقد جبور. وخير عبادة أنتم ناصر من الدجاي. وأنا دك من نابور. ده فرح كقى. أنتم إلهي الله عظم كيسيف عن أنتم كان يا خير كوب النوال مشغول سي. شقوين بودر سطي وتخش قيس سطي. إلهي هاي دهابور أنتم كوب تكلم في والله كوسرة هيدو فرح كقى. دي ده أصعبين. سأزكوني. هوان كي دعنتك هاي. iyo adoomiyo dhan basaas kaga baxay muxuu kaga baxay salaaban baasi baa laga adkaan waa la nadiifin markuu arko xudhuuriya xurbaad orod muslimiintu wax la baro diinta wax la qabso markuu xudhuuri ma qadacna billahi in qadacna la ninki ilaahay nagu daga waan u dagmaynaa oo sarmaynaa farax ka qadaa almihi amalki aakhare wanaagsanaa baa adduunyada lagu dabanaya danta laga leeyay ilaahay dartii miyey waxa la rabaa in shaqooyin magac iyo mushaar xoolo adduunyada lagu helo la doonayo إذا وحنا كررنا أندونا إن محمد وحوي الدين تأرض يومك وبرنا يبلاه بياي نيو وراكسن أصادق صالح لله هو أكبرت هذا وح أصور عن نعفي أو إلهي أقر سبحانه وتعالى لكن نيذا يالسكان لين قلبي يالسكان سخين إلهي درت إنك وحبرت
أدرك حصوص الدارمي يا حاكم يا عبد الرزاق الصنعاني بسند صحيح وموقوف سندا أو رواية لكن ومرفوع من حيث الحكم هاي لوارن عن قياس وسنكسر تقلين اجتهدنا الوكيل كرين صحابي وانا ما أهلك الوي قانو الرواية عن أهل الكتاب أما عنك بكوا طيب وحملنا هاي قلبك إيه راعي شنات إيه أفراد وحاولي لما الطريقه أي علم الله برتاح لما الطريقه يا علم الله برجل برشريس بحسب طاقة الناس لما الطريقه طريقه الكوبات وانا من قيمة بضان أوفي عن وحاول تلقي العلم تلقي العلم من رجال من الرجال بالجلوس في حلقات العلم في حلقات الدروس في حلقات المساجد إن العلم كقال تلقي أفوه العلماء كقال دروسه سعود راس فريست شيخ عاشر كبحان راس فريست إذا مكة طريقة وطريقة أوفع الأرض وحكو بران كرو لأنه وحي كاش قال قاسل الودين حتى وياك مكو هلا هاي قعمها تاج يدرت جشر هاي تأثير بوله عدل كان كوس على واحد بران كيف الميس واحد بدنا بركة ولا شيء سبب وما بركة يا هيب لكن وقت جاءت بحين الفريسان مش صبر كأ صبرس صبر كأ الملك صفر لو أنت أطول لغين أنت بربك وحسابك سبحانه وتعالى صعد كذي نية كذي فدي كأ فدي إيزي تلبيه كحرون هاي نية المش تمام بركة لي وحنا كذا يبقى لا إله فانته هذا ناقش قولتك بحين يدعمه تعالى هي بوقي سيء إن تاج سمر من بالغته ذو حكمان زين فرت كروك اسمع من أوفا ميزان لكن واحد الله شرحي الله ما قال الله شرح أما عدل لقى وقوسي ما سيتور بنا مركو حق خير بنا وقيمة بنا طريقة أه إن الهوس فريستو ضد كعلم جب حني وعلى طريقة دي أي أنصار المهاجرين وحق قاتين طريقة الأنصار والمهاجرين وهي النبي قا قاتين علمها وهي أفضل طرق أنصار المهاجرين ونمن في علم النبي حط حليوي مدر أسوق الدين كل وردنا نبي هوس فريه نن مالك كم بقنا هذا نن هوس فريستا نن مالك مال هذا هذاني يماد إنه صفر كم بقية أما وهذا كله كله يتم يمويين وحياة هايين نمن كو قاتل علم النبي محمد تلقي مباشرة من أفاوي العلماء طيب طريقة اللبات وطريقة التلقي بطريقة السؤال التلقي بطريقة السؤال يعني جالس مهل يسيد الولاد كوكوز فريسط درسي ما إيمان كرتين مهل لي كرتين ظروفه كوكو تعلقه لنوب بضن باكرة لكن أسبوع عيبا أما بيش ينبطل صوى صفري شيخ أبو اللي أطوه جوه صوكي أو ترده جوه ترده كتغيس أما أطوه كي إيمان على أقل تقدير عدي شيخ أبو أنت سؤال أقول لغوض أولي إيمان عدي أنت أصلا كوي دين هيا بل إيه عدي مرغو كو عدي مالبا كو قرن أما قلب يذهب قنت ولدتك بلاد كم بقى هذا نحيو بقى كو استاغي ولا سؤرد إن السؤال كنو النقط وروح مرأة شيخ ويجدد ما يرسل علم وأن ملك حرات طريقة وطريقة جرتو وأنا طريقة استعمال جرين أهل البادية من أصحاب رسول الله تذكر رمية هذا صحابي نبي محمد قيبت الرمية هيد إن جانس أهلين إن أي نبي قوي ما دام ولا شغل ويسمى ليه نعوذ بحين رجل تورقوا هاي خاطة قطعها أما قالوا إنك فكفك شري ساسك من ولاية كون عاقل وعقل بدون ثواب من صدر سنة هيان نبي يلو سوي دين سؤال مهمة أنت باللوجين ويدوبها يا. صدر الأنصار المهاجرين وحيد شعلاين مرك اللودي سؤالها فربنا اللي يجوتيه. وحيد عن أنت مية أو عقل بدن أو قرنى واحد نفته لي واحد يبكي لك على قرنى. والسؤال بسؤال شيء كم من جنتي سوق قديم ياي. إنه أنتم نبيك مية أوجي ما تسأله ودي كيف هذا يستمد دون شيء. وحيد شعلان جرى برازيل العقيلة وكلام نبيك أوجي ما ت. سؤاله في الدين جرى عقائدة أم أحكام فقهة وخطرة. رغم أنه يقول شرحي شرح أصنع كفايديسي يأكل كفايديسي رجل فدي أيوه مكعبها أنصاري المهاجرين وحين عبان جرين من في المئة سيء عقل بنين وسؤالة عن طور بنين نبي قوي دي النبي يكون مشغولي أما أيوه يقرن أيام بس كواضحة هؤلاء خطرت أرجع أبهان فقه بهم أبهان علم بهم أبهان بجعان جنبي اللي ويدو كفايديسي علمي من سؤال كن وراء نقطة وطريقة وطريقة لي أي أهل الباديه من أصحاب الرسول الله استعانة جيران هي إنا طريقة أصل كا أقيم بدن أنصاري مهاجرين كنا ولايين أمرتو صد لبا طريقة أقوها بر طريقة فهو إنه في عين هنا لسويدين ما يوعده
waxaa afrigana loo idaafayn karaa dariiq saddexaad oo ah dariiqatu lasr damiyan dhana wasidihaad waaya dariiqa labo dariiqa cajalada saddexaad baan rabnaa cajalada iyo ama cajal marka ha noqdo mb3 wax lamid a ama cd caadi ha noqdo ama dvd wax lamid ha noqdo ama kan caadiga naastaraha la geliya ha noqotay cajalaha dariiqadooda cajalaha dariiqadood marka waxay geli kartaa dariiqa udhexaysa geli kartaa bayn tii hore ee taliqiga ahayd ee mubaasharka ahayd iyo su-aalihii ma udhexayn ka siin karaa mise ayadaa ugu dambaysa way udambaysaa kulligeed way udambaysaa ninka soo safraya ee sheekha isagu mubaashara su-aalaha u weydiinaya kaa fiican laanu naqsigooda waxaa ka mid a cajilli waa qaada meel baa dhiganba haddii beri baa dhegeysan doonta horta shaqa soo hela horta islaanta baa lakuu umushay meel baa saari doontahay baa sabri ka soo noqo meel baa saari doontahay bal horta xoogaa casiriya soo cad bal horta saad uhaysa bal horta bal ukaaday sawfa sawfa waata ku tagay meesha cajilin baad ka buuxin waxaana qaadi maysa rafaad wey waaga dambe cajilka waad qaadi rekoordkaad gelin waad ka sheekayn cajilka uu socon dhammaan soo celi baabuurkaad geyn waad kaxay si waa un marka wuxuu kaa noqon barakaysi un sida qolyaha business kale ee qur-aanka shidoo kale markuu aroota fuura meesha qur-aanku shidaayo qur-aanka waad maanta dhawaaqi wadaadka dhawaaqi dhegaysan mahayo ku intifaaci mahayo waxaaba inay ka tahay dad kusoo jiido wadaadaha garka waaweyn inuu ku saraaya laga yaabaa gabdhaha xijaaban iyo wadaadaha garka waaweyn wa ciibsada inuu ku siray baa laga yaabaa waxa laga yaba inuu uga jeedo meesha kugu barakowdo shaydaanku waa ka cararo laakiin muhiimadda ahayd in qur-aankoosa intuu dhegayso uu ku intifaaco uu taabto uu ta'thiiriyo ma badno naadir wey waa yar tahay almuhim saddexaa dariiqo ba hadda inoo taalla waxaana u fiican dariiqa koowaad waxaa ku xiga dariiqa labaad waxaa u dambeeya dariiqa hadda cajalaha baabkiisa ah thaaniya cajaluhu wadaaduhu markay hadlahaya inta badan cajalaha waxa ku duuban marar badan baa khada soo bixi karaa wadaadku waa il duufi karaa ishkaalka ku galay markuu sheekhu kuga fadhiyo hadhow markuu labaad dhehe sheekh su-aal gaaban waad ka bogsan uu kuu sheegi ama wuxuu ku khaldamay wuxuu dhihi sheekh khalad bay ahayd carabkaa iga booday sakati buu ahaa waan khaldamay ama dib baan u fiirin doonaa laakiin cajalka waxa ku jira waad ka aamin hadday kugu qalliba intay kugu istaagtaan maba weydiin kartid intaa cajalka joojoo yaa waxa ujeeda ma dhigi karti maogta wadaalkaa daroyimaya iska socdo wey marka nuqsaanteeda aad bay farabadan tahay bacd ahli cilmina maanta waxbay ishaareen bacajalaha iyo muxaadaraadka inaan la ictimaadi karin min xayd albaxth alcilm lama ictimaadi karin dheh laakiin almuhim waa faa'iido wana fiican baa ku jirta fara badan nacfid badan buu leeyahay nuqsaanna waa leeyahay almuhim dariiqada u dambaysa saddexdeenu ka dhigno qodobka shanaad waxaan isku dayayaa in tartiib qiimo badan inta tabartayda ama la-aanshahayga inaan isku dayo ninka ardayga ah waxbarashada bilaabay uu ku qaangaari karo tacmada ma aha kulli waxaana sheegaya anu inaan soo maray ma ahe wadaadaa sheeg waa idiin soo gudanaya markaan kuu leeyahay dariiqada ninkii mara mujtahid buu noqonaya macnaheed ma anaa mujtahida waxa weeye wadaadaa tilmaamay muslimiin oo culamo cilmigan leh waa idiin sheegaya lacalla waxaa laga yaabaa anu intaan ku dheefi waayo aan kari waayo idinku inaad kartaan muhimmaddu waxa weye ruuxin wixii loo sheego waxaa laga yaabaa adugu jaanaysaad weyba halkaa inuu helo tabar adugu aad kari weyn in khayrkaa karo in wixii adugu aad kari weyba lama karay aad tirada waa ducfi wey lama ogolo macquul ma aha hadday adugu agtada macquulka nin bay macquul ka tahay waxbaas dhibin marka taas baan oga jeedaa tartiibka marka dalabka maadaama niyadii la saafi gareeyey insha allahu tacaala duruuqay u fiicnaydna saddex dariiq aynu kusoo koobnay inkastoo dhici karta duruuq kale inay jiraan waxaanu gelaynaa tartiiba dalab wixii la baranayay in la nadaamiyo wey shareecadii ra'sigeeda waa laba qaybood fiqhul iimaan wa fiqhul axkaam bay leena diinta islaamiga waa un labada weeye fiqhul iimaan waxaan leenaha oo fiqhu tawxiid ah ee fiqhul alaxkaam fiqhul axkaam oo fiqhu shariica loo yaqaan dayib labadaa qaybood weeye arday marka waxaa laga rabaa marka u horeysa wax baranaya inuu ku horeeyo fiqhul iimaan ama fiqhu tawxiid oo ah in caqaa'idka iska saxo tawxiidka inuu iska saxo baa la doonayaa kadib uu u yimaado camaliyaadka iyo axkaamta uu u yimaado
بلا دونية محايل إيمانك هو أساس عقيدة هو أساس توحيدك هو أساس أساس كي وح كل اسمه هي أحكام تو كل اسمه زي وإلا سافر قريب وإلا فريسي من الصوماليات با فلان إيش كذا قاعد يبالي قمون بايش كذا قوي من الصلك يبرد وكذا قاعد نبي نقول سو قرمة واحدة ورتين وكاسبنا حور ورتب الآن فريست من الصلك يقسيه من الصلك يقعد عليه يقسيه ما كان فريست إيش أنا يقعد بحيل طيب مرقوا حاول ماش لقوف فريسان الله أساس كوا توحيد عقائد كوي روحوا نسافر قريب هذيك العقيدة فاسدة أما عقيدة صحيحة وحيكتب قالا مركو يالا أحكام تار عمليات كذا فقه يالا تاثير يالا ليس أصول التفسير كحن نكون مريني مفسرين تا إن لقد دقي عقيدة بعض الله طيب معزلة ولا قد دقي مرجاء محلو قد دقي وحالو وحي آمنين عقيدة أها إيه فاسدة أها بوحي كون فسرها يان آية القرآن كا إذن عقيدة فاسدة وحكين إذا فقه إنه فاسد نقول ما لا بدونا كم ذا ودار عقينه إذا ما كتصحيح النية ما كان صام الرأي بروقنا إنه جاني أو لوياتك أو حبرسته كل باللابي وين نقضوا إن القاقة رعب قاقة هي أصل من فقه الإيمان فقه التوحيد عمل كنا إنه كودن بيوي وفقه الأحكام كنا نغنى أردت أنا وحاء إشارة حديث كي معاد من جبل غيرك في الصحيح إنك تقدم أو تقدم على قوم من أهل الكتاب معاذ بن أبو دري يمن رجب بن أبو دري علي بن دري وأبو مصر دري معاذ بن أبو دري صلى الله عليه وسلم معاذ وحاولت ليس قوم أهل كتاب قل لي أهل كتاب هو اللي بالدين وحكي يقان كتب سماوية هذا كله جزء دشي بتصحيح هذا على قبل الله بي من الإيمان فما بالك أن المشرك أصو وأنت عيد به المركب ربع عن كين هم يراته نبي حوي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله وحكوا بذا أقولين يطبا نكتو هنقول إلهي كله إلى وحدات توعيد كنا سكسحة سكسحة في القرية فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات ما كي كاسوغا ويتوحيد كفريسية ويفوق الإيمان ما صاران وحاوشكتا شن صلاة إلهي كفر ديري شن تصلوام حوافق الأحكام شنت سأوافق في كل عمليات والأحكام بكبر رضي. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى نوام حيوافق التوحيد. إذن لا بد في روح وين ودي بها واس. حديث الصحيح كوسوغنية. إذن وحملنا مركا فقه التوحيد كاس كتب سواتق أنا معروف. حاكم قصة كتاب يركع أصول الثلاثة قبل لو كشف الشبهات كحجي. عقيدة طحاوية على حذر منها أوه إيمانك بسبب إيمانك لما رأيه وافق وإيمان مرجئة مرجئة الفقهاء يقرر طحاوي مرجئة الفقهاء طريقه وقصع الله ماشى وذكرها ماشى صان الشبهة اسم كوكل اسك قبل لحب انت كقان قارس قبل لحب أصول الثلاثة يكشف شبهاتك ايو كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكلا أخرصه وصديق ابن تيمية رحمة الله عليه والأسماء والصفات كسب صن كتب 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 وين سلف القرآن كور رئيس طحاوي أو كلا كور رئيسي استعمال أما صار قرن هاي أما كدم بيسيب سدى الشريعة الأجري اعتقادها السنة والجماعة الإسماعيلي يوحى لمدة أما شرح السنة للبربهاري على حذر منها موضوعات يضعفات فربنا يوحيبان جرمة قرن إيوه أشوفه كحد قد بيه كتاب كيس أمانة أمانة وقولي هاي حرف كم إذا كتاب كي يوحقوا أنك خلاف إسكيرا وقال أم ومرجي أم وكافر أم وخارجي أم وملحد أم وزنديق أم ودين لو إذن كتاب إلا آخر مناسبة مبقى أهلا مركو كوب إلا قبل الله لأنه وحيبان جرين بالتأصيل حد قد فرب قرن بيه كجرة وحاك كرون كتب تاكلين شيئنا بعد أما إسماعيل كيسا حتى كذا حاول بعض الأمر. طيب كان شامل سم. وحنا شيخ كنت حل جيسيبه آد اللي لدى جلدي حنا بلاد اللي بقى بينجري. بق صدق كوربا سجل الحري مرة ولا شابوي ما كده بقى صوغ الشيخ اللي هو منية أو مستخفية يودن تجري يود.
إمامك حنابلة قبل جرنا وقها مركع عدالس كبناء وحكوك أنت رد فعل حتى أبو الحسن أشعر يتروي سين وقبل ودي أبو الحسن بحلق يجتوبت كاني ويروح وقت توبت كي عزالك كتاب الإبانة القري مقالات وحكسي الدائي ويروح الحكم الجران ويروح كتون سنة من أرد بها العادة هي رياض أرد إذا مركع تاسر حكوك أنت إنه ميلا بنا وقود يقضوا لكن أصوانين سالف وقنا بنا رحمة الله عليه سامك شبهات كايسن أرضي وأقوله منن يا إما إنه شيخ آخرين أمد وعدي وأشياء وحيابان ورنا وعدي يا إما إنه دب أقوله أرضي لا هو تابق عليه مهم ومناسب وي علمي كتب تغير كسلف كقرآن اللي هو كل سنة هاي فقه الإيمان أنا فقه توحيد كصحة وأنا كصحة توي طيب مركز فقه التوحيد أصحي سارة وأنا على طريقة السلف الصالح فليكن تفقهك على فقه التوحيد وفق الإيمان على طريقة السلف الصالح يلا دوني عليك بآثار من سلف وإياك عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم برنجري أوزاعي رحمة الله عليه إمام أهل الشام برنجري عليك بآثار من سلف نبقوا حتى ركبتا ضدك كاري آثار طريقة السلف الصالحة ضدك هذا كتورين هذا كديدين وخارجي ومرجي ومتعنت ودين كسور وامر كلك وبل الدول وحدهم هالشغل فرحك قلضوه ولقيت بالي زيدين مقدح ولقيت بالي زدعين جري وأنبيه الرسول وح وحكذا ربو شيء ضدك هذا كحورين هذا كنا عينا هكذا قاق إنها نحن عزن ضايل ولي أن توبرها يا عيدا كما عيدي جري أنه نحسن حتى هذا يبسو كتاقي سيدين دكتورو رج أنه نحسن حتى هذا يبسو كتاقي بسم الله وين أتقلبت أنه نحسن ويدوك هذا كدي ذا طريقة زينا بكلا عنه وعيدا الواض عيدي وإياك وراء الرجال اسكتر دادك فكرة هذا رجع واحد نقو فلقوا نقو الدين بقى قد قاية رأي الشخص يدوك أي وطان الدين ركوس على سنين إيه لا قوم ناشا إلا أهاشا بن آدم بسكت لاريبو وإن زخرفوا الله كبير قلعا ولقوا ناش ناش وطريق في عن ولقوا بدبادي شيخو البايري كان وي نيك اللي يماد الميل بمريا وركا هذا لا ناش ناش هلا قرحي هلا على ذي هذا اللي حيسيه هو بحبه فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم حالات وحي كلا بحبه وأرنتو كلا دلاعي هذا هو توصن هيو بوي بربا الله كلا بحبه على كلا دقاقة هيا حقا كنا بعد يرى هذا كلام يلا جنة كتير دون تابو بناك وش يستعد شلي صد الله عز وجل كهر لمن كي السماء لها وهابيوي بدعوي دين تبدل يا ضلوا كتير بريزين قبل يبدو كل جبيان هبين كي أخوان أخوان الزيل هذا أنت صد على قصة مثلا دق يضم بعد كوتا كتير حتى أولاد من اللي تراوي استعماجين ما أنت أيق بعد كوبية كان ولكن يقول لك ان يكون هناك حقوق كي قال رعنا قالا والله صعبا نقول ليه وأرجع زال قبته أمال الله ميوكو أن كتب كتابك سنة ذلقت وحن كاهن صحيح إنك كتابك رب لا شقين ما يو يوحي كعبده لا بضاع الغد غمو نين كده أنا درب باتقان أما أنا قلما وقلما ويا لا بس ده كم وتكل قبته تاني طالما رأدون كسو كسو عرض الله با كل واحد جريونا أبو صحن أقول كتاب يكون نصبح طيب سازوي إذا ما كآثار السلف من الغد غوي أبي كودي إيمان كودي نقن كودي دين شعائل كودي وحبر شودي وإن نقارن الصلوب كودي أخلاق كودي وحبر شودي إيمان كلي لما ربي أزلف قيبك قاعد قيبنا قطبت طيب سلفكم ملا حبل الحورة ملا نفكم كل الجورع وحن حوج الري صمك الله حورة والنها الله حور مصاد الله عنا كليها الله حورة ما قانو من جماعة حتى قيب الحور الجري ما نح ضرب بس كتور الجري حبل الحورة ملا سلفكم وعلى حوراي صنبب ملها أو كلم ملها أو معانقر هذا
حميت ملها وحنا وسافيون حبل الحوار ملها وين لو لقاته طريقة مرك وأنا كويس كتبوا أثر صحيحة وذهبي في مختصر في العلو وكوكيرو أجر في الشريعة وكوكيرو أبو نصر سجس في الإبانة وكوكيرو مربى وكوني ما بسند صحيح ابن تيمية الحرج رحمة الله عليه كل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط ننكس وكل على طريق النبي محمد السلفيها إلهيها إنما نمت كان يكل عليه لا بد أن يرمى قصب الرمى يروح عسبه ورمي ثانيا وإزبرانبري وتناقضي ولا بقى فلين أساس كوره من ألف وحملة وحول ليمانية سين وكرد ما يوزد يوم سكور كينا يعني ولجيب والله معي علي وإزبرانبري يقيم بس كنت أغني ما الأرض بس كنت أغني طيب بحكم الوجه المقيم رحمة الله عليه فساد الدين والدنيا من تقديم المتشابه على المحكم وتقديم الرأي على الشر وتقديم الهوى على الهدى دين توحف فسادي أما الدنيا الرقية فسادية وحي أرنجل واسد حقيبه تقديم المتشابه على المحكم شيء محكم كعضاء واضحة يروح عنده اسكغل لحظه يمنال له غلوق كوردي ويقير أو دقوير كوردي تلك قرارك ويناي السلام نقصنا اسكغل لحظه ودين كار قال ماشان قرارته إمام ما يماشان حبوه هي موضوع على جهره بقوله ملها المقدل هي موضوع يا هوش يقوب حلاني وربنا كان عبسو يستاق مايا حال الافتين بلقشا مايا محكم كشيء واضح أبو كل عن متشابه وكذا ورقيس قيل كاسو سأقول هذا يقول اسكال الله عمي هي وتقديم الرأي على الشرع وحيالتها هي أي حكوهر من الدين دين تصير تري دين دوافع عنده لكن بوصل يستاق ولكن تقديم بلا قابا قليل لكن يعني الرأي جيسي يسأل الله مناجيسي يدين تكوار بارك وفسادك وحاك يعني دين توي نبي يحدونا سوى دين تقولون قتلي كالله طيب ومشكلة هو تقديم الهوى على الهدى أو دين تقرني أو يقان بعض الربطان كالهور مرانيس وقرنيس هوى قادي إن الله غفور رحيم بعد يسكسوا بسكسوا قرما الهوى واحد دون يسوي طائفة هذه قبيل كهذه قيس كهذه منصب كهذه شرفت هذه بدل إلى شنيسة ورهب لو كو خلطان تاني انت قطلت مايا مرة بهب الأوتر هزولي معي محدي دنت هاي يقاسكي أما شيخي أما معلن كي بحيوه خلطان أرضي رهالي قلني ما قعب أكل أوي الهوى هوى كو كشوي تقديم الهوى على الهدى مصيبه مركز صدح لاقض بكثوري ألمي محمود إن مركز فقه التوحيد برنا يساي أما فقه الإيمان فاحذر من المسلك الفلسفي الكلام طيب ومذهب الجهمية المعتزلة القدرية المرجع الأشاعرة الكلابية وحلا من ما تردي فرقة كل سن مذهب كل نوع كل سن اسكعر كفروا مسلك اللباد كفر ومحول المسلك الذوق الصوفي واليوسفية حلول يتحاك كشقين جري طريقة ابن سينا هي طريقة ابن العربي ابن الفارابي يوحي لما يدوران ابن هود يتلمسا وحنا سكال العوي سكال عرب إما حيد وايد ما يلقى ده أدون كواح جورا ما أسكمت وحيد حارنا مجره بدو عالم تدع على ما تابته هو أنت ريه والعرش يجي مرسيين أنت دوران قرسان كلا يعني باب كسوفية كلا بحر بحور يا بحر ستين اللي جيز سكال الحباب كاجلهم دور إن ده أسكوك قبل إجازة الغسين هاي وأنا سويج المال يزيد مع إن الله تبوك قبل أنا تاجر هاي ما عند الأزيو معنا نيجي مع الآخرين هذا مشكلة أول مثل قال صوفي قال اسكي إلى الأول باب صوفية رجل ورقة سوق عبيه باب صوفية كبعه مثل قال صدحات المسلك الوثني الباطني ومسلك الفلاسفة فلاسفة الباطنية أو فلاسفة المتكلمة من نبأ أقول موي قليها الإسماعيلية النصيرية دروزك بهائية بابية قاديانية روافضة وحرم بها أقلهم أغانية قليها لو يقاني قليها باطنية إله لكل تأويل تنزيل له تأويل ونبدا من ربنا كغاها الله قليها أنا كأقبح هاو روانوي أكتولها كأقبح بلا ذلك كغلح المهم فقه التوحيد وأنا أذكر لك على طريقة السلف الصالح أود كالمجدته
علماء المسلمين تسيف على مثل حقوق قريش خاصة كتب ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم. فقه الشريعة وما ينام فقه الأحكام. فقه الأحكام ما كان مرسو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. كلمة إنه عاوح كسب سنتهاي كلمة في طالب العلم الشرعي. كلمة كسب سنتهاي هي برشدة علمية. هي وضد وقوف فضوط أرض يجو ومراء وكين يقرأ حاجة واحد برشدة ديميت. مرق كوبات وحن وحكت المام إنها فضل علمية. مرك حجة حكم كعلم شرعي برشديسة يودون كأوقف ضد وحلقوا برانكرا هي إلا ترتيبية ودون كاس نظام إذا بتشوف الله سميه هي إنك دون يا إن أرضين مو كوجد بون نقضه نو مدى أنفعه مجتهد أما عالم مفتئة ودون كمر الله. طيب مرك كوبات علم هو شيء فضي بضان رب سبحانه وتعالى وحوليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رسولنا صلى الله وسلم عليه وحوليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما نكي قال وضوء مجد وعلم الشرع أكدونيه سهل الله له طريقا إلى الجنة. إلهي سبحانه وتعالى وحيوسه لا وضو وجنة لكم قالوا وعلمك شرعي لها برشدي سوى عباده كرقن كسنة وعباده لبدا عبادات إسكا الميستان الروح المسلم كها جنة يؤسه بيان. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكته وحيبات كذا يقرب بيض أقوك شام أقولك تا روح مسلم كدين تبرنية محايا إليه وحقوقا عسنت رالنا كتاي وحبرني. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إنك عالمك دينت يقان برني متعلمك إنك يقانب وحاد مدافر بأويدية سماواتك وحاكون نول يرولك وحاكون نول حتى كلونك بدا كتيرة بيها كتيرة سونا دمدافر بأويدية إنك عالمك. رسولك حرع شئر يقاس وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنك عالمك فضل قديريه إنك عابد كينع دين تاقونين إنك دين تيقاناي فضل قديريه إنك اسك عابد كعاميك وحيودك أنت فضل قديريه ضيحو حدقها كلي ضيحو أنتو كقيم بدن يكوان أكسن يهي إفتين كيسو كنع في بدن يهي حدقها كلي أيودك ما بالي. وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء وقوة دحلي أنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. أنبياء درهم يا دينار لعلها قيبه ذاك الدوان وحنا محمد الله قرد حلي أما أنبياء كهرسي أو حولا أو أنتي أو مضوا وقتها مجرتون لكن وحي أنبياء قرد حلي يكتها محوها علم. وإنما ورثوا العلم وعلم شرعي علم الكتاب والسنة. فمن أخذه أخذ بحد وافر. علمك شرعي أنك قاتل برتاي وحو قاتل ديف وين أفكو بحسن بالي وحكا عمقا هذا رب سبحانه وتعالى أكو قرن سياهي مجرع حديثة وحديث حسنة أهل السنن يغير كتب صوصارة وحديث سقوم فضلك وين بانا كجر آذو قيام بطن. صحابي الله يقان الصفوان ابن عسال المرادي يوحو ليه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكي على برد له أحمر. مالين بان نبي هو من صلوات الله وسلام عليه أصوم مساعدك سيتشوه